أول شيء بدي رحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا، وبدي رحب بأعضاء لجنة التحكيم أساتذتي اللي أنا استفدت كثير من نصائحهم ومن خبرتهم بالمجال الفني. مشواري بأرب عين اللي لخصه بكلمة حلم، من أول ما شاركت بأرب عين، بالنسبة لي أرب عين الحلم مجرد ما دخلت عند لجنة التحكيم في أغاني كنت حاطط ببالي فكرة إنه لازم أغني اللون المصري. كل العالم كانت اللي غني بغض حلبية هويتك وهيك، فأنا اخترت اللون المصري كرمال ما أكون مثل غيري وأكون متميز. غنيت بأول مرحلة وتأهلت، كل مرة عم طلع بيكون عندي طموح لأنه أنا أتقدم أكثر. لحتى وصلت لعروض مباشرة وكل حلقة عروض مباشرة كمان كنت متفائل أكثر، وكنت كل حلقة بدي بيكون أحسن من الحلقة اللي قبلها. والحمد لله أنا وصلت لهون، وبرجع بقول ملخص حياتي بأقرب عيد الحلم، والحمد لله. بالنسبه للنتيجه النهارده اعتقد احنا قدرنا نوصل لحاجه مختلفه، لان انا قلت في الاسبوع اللي فات شيء رائع ان احنا نوصل للفاينلز واراء الناس بتختلف مين اللي هيكسب، وده مش وجهه نظري او وجهه نظر الناس القريبين مني، ولكن وجهه نظر الناس اللي يمكن بتوقفنا في الشارع وتقول لنا انا شايف فلان اكسب او انا شايف فلان او فلان، والاراء اختلفت بشكل رهيب مش بس الاسبوع ده ولكن يمكن الاسابيع اللي فاتت الاراء كلها رايحه في كذا حته، وانا اعتقد ان ده جزء من نجاح ارب عين سيزون 3، ان احنا مش من اول يوم شايفين فلان هو اللي يكسب، ولكن احنا عندنا كومبيتيشن، عندنا اصوات جامده قادره تتنافس لاخر يوم وتقول ان انا اقدر اكسب ارب. اول شيء مبروك حازم، اليوم انت ما فرحتنا بس، انت فرحت سوريا المجروحه فوزك، اضفت بهجه على كل سوريا وعلى كل شعب سوريا، اليوم مبسوطين ان فرحه كبيره بفوزك، افتخر انك انت اليوم فزت في عرب ايدل وتستحق. انا عن نفسي كنت من اكثر من يمكن انا ونانسي وحسن ووائل كنا عارفين انه انت راح تاخذ مركز الأول، عارفين من خلال غناك، من خلال سلطنتك على مسرح عرب ايدل، من خلال أنه أنت ولا مرة دخلت منطقة الخطر، كنا متوقعين فوزك. اليوم واحدة من الإعلاميين سألتني، أسألك قبل لتاخذ لتعلن النتيجة مين راح يفوز بعرب ايدل، فقلت لها أتوقع 100% حازم شريف. قلت لك مين راح تاخذ عرب ايدل؟ لا قلت لحسن، قال لي لا ما بدي اقول، قلت له والله ما راح انزل الفيديو الا بعد الارب ايدل. قال لي حسن حازم شريف، وانا قلت له حازم شريف ونسي قالت بريكنج نيوز. ايوه او يعني فعلا، وعندي الفيديو مصور راح انزله، اكيد راح انزله على الكيف وعلى الانستغرام وعلى كل مكان. اقول لك احنا عارفين متوقعين ان انت اللي راح تفوز بارب ايدل، وعموما حتى الاصوات اللي كانوا معاك سواء ماجد اللي انا اعشق صوته، وهيثم، انا اتوقع انه راح يكون لهم مستقبل باهر في الفن ان شاء الله. انا بس بدي اوجه تحيه لهيثم ولماجد اللي هم كمان بيستحقوا يكونوا اقرب معنا. كمان انا بدي اقول لك مبروك حازم، انت موهبه تستاهل شكلا ومضمونا. ولا مره وقفت بمرحله الخطر، ولا مره خيبت لنا ظننا ابدا، وان شاء الله نجاحك بيكون بلسم لجروح كثير من السوريين. يعني انا لبنيه وبعرف يمكن البلادي اللي عاشت الحرب مش مثل البلادي اللي ما عاشت الحرب، نحن بلبنان عشنا الحرب وتهجرنا من بيوتنا، ويعني نعرف القيمه، وانا فيني اقول لك عن تجربه انه انت نجاحك لازم يكون عم يزرع البسمه بقلوب سوريين، وان شاء الله مثل ما في بسوريا وبالشام في عمالقه كبار وعظماء بالفن، ان شاء الله انت بتنضم لهالفئه بالمستقبل ان شاء الله يا رب. كيف كله بيكون معنا هذا شيء اضافي. بدي هنيك وهني سوريا بابنها البار، وبعتقد انت مضبوط البلسم للجرح اللي كثير عميق اللي عم تعيشه اليوم سوريا. يمكن انت هلا هالنسمه الحلوه هالشيء الجميل اللي ممكن يمكن هيك واحد اذا بده
يرتاح نتفي او يفكر بشيء بيعتبر انه نجاح بهالبرنامج هو شغله كثير مهمه لبلده لسوريا. وبدي هني كمان الشباب اللي بقيوا ماجد وهيثم كمان الاصوات الجميله جدا وحتى اللي فلوا من البرنامج كمان يعني عم بسمعهم بالبلاي باك اللي عم بغنوا جدا رائعين. بوصل لمرحلة انه بس بالاخر بقى نخضع لقانون البرنامج والتصويت اللي عم بيتم لحتى يتفرج واحد بيحمل اسم أرابا. كنت ما اشوفها قاعدة قدامي وعم بتشجعني تزيد ثقتي بنفسي وتزيد قوتي على المسرح. والدي فراقه اكيد بأثر علي وانا كرمال فراق والدي اصريت واصريت حالي انه انا اغني بكل قوتي حتى اكون ارب ايدل لحتى تكون روحها مرتاحه ويكون مبسوطه. عم نطلب برنامج بموسم جديد الاسبوع المقبل ارب جوت تالنت راجع على ام بي سي 4 كل يوم سبت. يعني انتم بتعرفوا انه نحن شوي مثل خليط النحل صحيح انه ما بننام ونشتغل كثير بس بنحب شغلنا بنحب ام بي سي بنحب جمهورنا كثير وبنحب انه انتم تحسوا انه نحن بنقدركم وتواصلنا مع جمهور بيتم عبركم ايضا. فكمان دعمكم ونقدكم لـ Arabs Got Talent يبدا من الاسبوع المقبل على ام بي سي 4.